السلام عليكم في قناة أبويات التعليمية. اليوم لدينا مراجعة المهارات النحوية والإملائية للصف الرابع. الجملة والتركيب. الجملة هي مجموعة من الكلمات يرتبط بعضها ببعض فتكون معنى مكتمل، مثل سافر أميد إلى بلد بعيد. التركيب هو مجموعة من الكلمات يمكن أن تكون كلمتين أو أكثر يرتبط بعضها ببعض لكنها لا تكون معنى مكتمل، مثل بلد بعيد، الشمس الساطعة، هذا الباب. الجملة الإسمية والجملة الفعلية. تنقسم الجمل إلى قسمين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. الجملة الإسمية تبدأ بمبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل، فاعل ومفعول، مثل محمد مجتهد. والجملة الفعلية مثل شرب محمد الحليب. عناصر الجملة الإسمية. المبتدأ هو الاسم الذي نبدأ به الجملة الإسمية، والخبر هو الذي يخبرنا عن المبتدأ ويجعل الجملة الإسمية مكتملة والمعنى مفهوم. لكي نحدد الخبر نسأل ماذا به المبتدأ، مثل محمد كتب الواجب، الريش ناعم، الفرشاة جميلة، هند تلعب في الحديقة. عناصر الجملة الإسمية. الجملة الفعلية هي التي عناصر الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل يعبر عن شيء حدث أو يحدث أو سيحدث في أحد الأزمنة. فاعل هو من أو ما يقوم بالفعل، وأحيانا مفعول به هو من أو ما يقع عليه الفعل. الفعل ما دل على حدث في زمن معين، مثل أنواع الفعل هو ماض وهو دال على حدث وانتهى، مثل شرب، نام، كتب. مضارع ما دل على حدث في الزمن الحاضر أو المستقبل، مثل ينام، يجلس، يفرح. الأمر ما دل على طلب حدوث في الفعل في الزمن المستقبل، مثل انتبه، قم، اكتب. ضمائر الرفع المنفصل. الرقم واحد المتكلم، المذكر أنا، المؤنث أنا، المثنى والمذكر والمؤنث نحن، المذكر نحن الجمع، المؤنث نحن. المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. الغائب هو، هي، هما، هم، هن. ضمائر الرفع المنفصلة. المتكلم أنا سمعت، أنا سمعت. نحن سمعنا، نحن سمعنا، نحن سمعنا. المخاطب أنت سمعت، أنت سمعتي، أنتما سمعتما، أنتم سمعتم، أنتن سمعتن. الغائب هو سمع، هي سمعت، هما سمعا، هم سمعوا، هن سمعن. الحروف التي تلفظ ولا تكتب، والتي تكتب ولا تلفظ. كلمات بها حرف ينطق ولا يكتب. النطق هذا، الكتابة هذا. النطق هذا بألف هذه، لكن نكتبها هذه بدون ألف. ذلك نكتبها ننطقها بألف لكن نكتبها بدون ألف. هذان نكتب بعد الهاء ألف لكن لا ننطقها بألف لكن لا نكتبها. ومثل هؤلاء حروف تلفظ ولا تكتب. الله، إله، الرحمن، أولئك، هؤلاء، هكذا، تلك، ذلكم، لكن، طه، باب، باب، بابا.
حروف تكتب ولا تلفظ. عمرو أولو أولي أولاء أولاد. كتابة الألف اللينة في نهاية الكلمات في الأفعال والأسماء الثلاثية. إذا كان أصل الكلمة ياء تكتب مكسورة، وإذا كان أصلها واو تكتب قائمة. الأفعال: نحول الفعل الماضي إلى مضارع في الثلاثي وفي غير الثلاثي. ننظر للحرف قبل الألف اللينة، إذا كان قبلها ياء كتبت قائمة، وإذا كان قبلها أي حرف آخر كتبت مكسورة. الأسماء: لين قضى ويقضي، إذا كان قبلها سما يسمو، ياء كتبت قائمة أحيا أعطى. الأسماء الثلاثية: إذا كان الاسم مفردا نأتي بالجمع، وإذا كان جمعا نأتي بالمفرد. فتى فتية، ذرة ذروة. الأسماء غير الثلاثية: إذا كان قبل الألف اللينة ياء كتبت قائمة، وإذا كان قبلها أي حرف آخر كتبت مكسورة، مثل مستشفى عطايا. الحروف: كل الحروف المنتهية بالألف اللينة تكتب قائمة، ما عدا إلى على حتى. مواضع الألف: ألف تنوين الفتح، جميع الحروف تضاف لها ألف عند تنوين الفتح، ما عدا هذه الكلمات لم نضف لها ألف تنوين الفتح الزائدة. قصة بذرة: إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة لا نضع ألف. منتقل فتى: إذا انتهت الكلمة بألف لينة مقصور. لقاء سماء: إذا انتهت الكلمة بهمزة مسبوقة بألف. ملجأ مخبأ: إذا انتهت الكلمة بهمزة على ألف. علامات الترقيم: علامة الاستفهام توضع في نهاية الجمل الاستفهامية. مثال: أين ذهبت البارحة؟ أين ذهبت البارحة؟ اثنان: علامة التعجب توضع في نهاية الجملة المثيرة للدهشة من شيء ما: ما أجمل الطبيعة. ثلاثة: النقطة توضع في نهاية الجملة التامة المعنى: التعاون أساس النجاح. النقطتان توضعان بعد القول أو ما يشبهه في المعنى: قال، أجاب، حكى، سأل. الفاصلة توضع بين الجمل المتتابعة المتصلة المعنى، مثل: يستيقظ التلميذ ويفطر ويذهب إلى المدرسة ويعود بعد الدراسة. كما توضع الفاصلة بعد المنادى، مثل: يا محمود اقرأ درسك. أو بين أقسام الشيء، مثل: الكلمة اسم وفعل وحرف.